من يقول إن الأحاديث هي ظنية الثبوت، أحاديث الآحاد، ولا يأخذ بها، هل يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قصدهم من هذا قصدهم سيء، قصدهم أن يقدموا أدلة المنطق وعلم الكلام يجعلوها محل للأحاديث، هذا قصدهم. يقولون إن أدلة المنطق إنه قطعية، وأدلة الأحاديث هذه ظنية، فيقدم القطعي على الظني، والعكس هو الحق، أن الأحاديث هي القطعية وأن قواعد المنطق ظنية لأنها مخترعات وعمل بشر، فهي تخطي وتصيب. أما السنة لا تخطي أبداً، إذا صحت إنها لا تخطي، معصومة. نعم.